موجز الواحدة ظهرا من اون لايف اهلا بكم. يبدا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة رسمية إلى المجر تستغرق ثلاثة أيام ويلتقي الرئيس خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين المجريين لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة وبودابست كما يشارك في أعمال قمة تجمع فيتشغارد الذي يضم تشيك وبولندا وسلوفاكيا إلى جانب المجر افتتح رئيس الوزراء شريف اسماعيل مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطه الذي تنظمه وزاره الهجره وشؤون المصريين في الخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمراه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال المؤتمر اشاد اسماعيل بالمراه المصريه وتضحياتها وبتفهم المصريين للاصلاحات الاقتصاديه الاخيره. بدا المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنه تطوير صناعه الدواء. بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وعدد من الجهات المعنية لمناقشة الملفات المتعلقة بصناعة الدواء وإنشاء هيئة للدواء المصري. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية أو خلية إخوانية مكونة من ستة عناصر كانوا يعتزمون تنفيذ مخطط للنيل من مقدرات الدولة واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العناصر الستة مقيمون في مركز بالقاص بمحافظة الدقهلية كانوا يعتزمون عقد اجتماع في منزل الإخواني حسن يونس للاتفاق على خطة الافتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية تتم الموجز إلى اللقاء